في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي مشاهدي قناة الطريق في كل أنحاء العالم، برحب بكم في برنامجكم تليفون السماء. بداية اسمحوا لي أن احنا نرفع طلب الصلاة علشان الرب يباركنا ويدينا حلقة مميزة ممسوحة بالروح القدس الإله دي. يا إله كل نعمة ومصدر كل بركة، بنيجي قدامك يا رب طالبين حضورك وسطينا. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا رب السلام، تعال بسلامك يا رب وسود علينا وعلى كل المشاهدين، لتعطي لنا لمسة روحية وبركة غير عادية. احنا منتظرينك انت يا رب، ليس فينا قوة من زواتنا، لكن انت وحدك الذي تغيث المعي بكلمة، ولعديم القوة تكسر له شدة. اذكر الحلقة من البداية للنهاية، اذكر كل تأمل، اذكر كل ترنيمة، اذكر عبدك ميشيل يا رب في الترنيم لتؤيده بقوة وبمسحة غير عادية، واذكر كل المشاهدين يا رب لمسات غير عادية تغير وتخلص وتتقابل مع الكل، لأن أعين الكل إياك تترجى. هذا أرفعه في اسم الرب يسوع المسيح، وليك كل الكرامة وكل الحمد. آمين. أحباء المشاهدين، برحب بكم في برنامجكم تليفون السماء، ويسعدني أن يكون معايا النهاردة أخويا وابني وحبيبي الأخ ميشيل بقطر. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، شرف لي أن أكون مع حضرتك للمرة الثانية. وإن شاء الله تبقى تالتة ورابعة على طول. أمين أمين، ربي يبارك حضرتك. الألادي أحبائي هتبقى حلقة مختلفة تماما، لأن هيبقى في مساحة أطول للترنيم بوجود أخونا ميشيل معانا، وخطوط التليفون مفتوحة لكل من ليه طلب الصلاة أو عايز ترنيمة. الخطوط مفتوحة من بداية الحلقة. بنرحب بيكو جدا جدا. من خلال أسبوعين فاتوا اتكلمنا، ومن شهر فات برضو اتكلمنا عن حلقة بعنوان ثمر الروح. افتكر في اول حلقه من ثمر الروح كان معايا الجناب الفاضل الشيخ نعيم، واتكلمنا عن المحبه، وكانت حلقه رائعه وجميله. وبعدين الحلقه الماضيه من اسبوعين عن الفرح، وكان معايا القسيس صمويل، وكانت حلقه ايضا مميزه ومباركه. اما الليله دي فالحلقه عن السلام، لان في غلاطيا 5 ايه 22 بيقول كده: فإن ثمر الروح هو محبة فرح سلام. ففي الحلقات اللي قبل كده اتكلمنا عن المحبة وعن الفرح، والليلة دي الرب عايز يكلمنا عن السلام وعن مفهوم السلام، وإيه معنى السلام، وكيف أحصل على السلام، وإيه البركات اللي أنا أنالها من
حصولي على السلام. لكن كده اسمحوا لي أحبائي أبتدي بقراءة من أفسس الإصحاح الثاني، أفسس 2 بدءا من آية 14. بتقول كلمة الرب: لأنه هو سلامنا الرب يسوع الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. من خلال القراءة دي بيكلمنا عن لأنه هو سلامنا. مين هو؟ الرب يسوع المسيح هو السلام، هو رئيس السلام، هو مصدر كل بركة وإله كل تعزية، به نحيا ونتحرك ونوجد. موضوع السلام يحتاج الكل، الشعوب تحتاج إلى السلام، الأسرة تحتاج إلى السلام، العالم كله يحتاج إلى السلام، النفس تحتاج إلى السلام. فبدون سلام في اضطراب، في انسعاج، مفيش أمان. فمعنى السلام إن أنا أكون مطمئن النفس، نفسي مستريحة، قلبي مستريح، في دخولي وخروجي أشعر بطمأنينة كاملة. علشان كده في بداية الحلقة هتكون لنا ترنيمات مشجعة ترفعنا وتباركنا عن مفهوم السلام. تفضل يا خمشي. يا ملك السلام،
يا إله السلام بنستناك. والبيوت اللي قسمها إبليس عدو كل خير، ضمها ورجع سلامها. طالبينك وحدك لا غير، تعالى اشفي القلوب من الجروح ومن العيوب، والبعيد خليه يتوب بالإيمان، نتملي بسلام سماوي ونعظم اسم المسيح، والتهليل على له تاني مع الشكر والتسبيح. هي دي العلامة، ذبايح السلامة، مفيش تاني ملامة مهما كان. يا رأي السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، إله السلام، بنستناك يا إله السلام، يا ملك السلام، يا رئيس السلام، إنك تغمرنا بسلامك. السلام ده مهم، ومهم للكل. للأسرة تحتاج إلى سلام الله. ياما أسر كتيرة منقسمة على ذاتها والبيوت خربانة لغياب السلام ولغياب رئيس السلام. لكن بنصلي الليلة دي إن الرب يعمل زيارة خاصة لكل البيوت المنقسمة على ذاتها، ويجي الرب ويملأ البيت بسلام. وهو اللي قال كده بفمه الطاهر: سلامي سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام العالم سلام مزيف، سلام تحت تأثير ظروف، ولما الظروف تبتعد أو تنتهي يجي الاضطراب والانزعاج والخوف. لكن سلام الله حتى لو في رياح، حتى لو في زوابع، طالما هو في داخل السفينة يقدر يقول للرياح اسكتي وللأكام ابكمي فتبكم، لأنه له السلطان، له القدرة. كل البيوت المؤمنين لا شك بيقابلوا مشاكل، مصاعب، اضطرابات، لكن فرحانين بالرب، حاسين بسلام الله مالي قلوبهم ومالي حياتهم، متكلين على إله قادر وإله عظيم، قلبه مليء بالحب ليهم وسلامه مكتوب عنه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ترنيمة جميلة وحلوة، وهو إله السلام ورب السلام، وهو اللي هيغمرنا بالسلام. أمين. رب يباركك في ترنيمة تانية. شوف حضرتك هنا في المزامير هنا بيقول إني أسمع ما يتكلم به الله الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه. بس خلي بال حضرتك في الحتة اللي جاية: فلا يرجعنا إلى الحماقة. يعني إيه ده؟ يعني عكس الحماقة بيبقى مع السلام. يعني اللي ما عندوش سلام بيبقى فيه حماقة. نعم. اللي بنشوفه من العالم واللي بيحصل والذبح والقتل وده، ده ما فيهوش سلام. وأكيد بنحس فيه بالحماقة. نعم. ده صحيح. فنشكر رب من أجل الارتباط الواضح جدا ما بين حضرتك. في أول الحلقة ذكرت أبويا الشيخ نعيم عاطف. نعم. كل ما فيه من سلام في وشه، في يعني ترتاح لما تبص له. صحيح. في طباعه، في 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 تصرفاته مع الناس، في وده للناس. يعني انا لم اتخيل ان هو هذا الرجل العظيم الكبير، ان هو دايما على يعني بنتصل ببعض وعلى اتصال ببعض، او بنود بعض، ودايما لما بيشوفني احس فيه بسلام، احس فيه كمان ذكاء شديد جدا
وذاكرته حاضرة في كل ما يتكلم به. نشكر الرب لك بحقيقة. حقيقي. في ترنيمة بتقول وعشان العالم مليان دلوقتي بالحاجات الكتيرة اللي بنشوفها، أمراض وناس لسه صغيرة، شباب وحروب وغيره. الأخ مار كده بيقول إيه؟ بيقول للراجل اللي تحت التجربة ده، بيقول له غني وكمل ترحالك. من طالة قول عني هو مكمل مشوارك. لما تزيد الهموم جواك عز الإله، اتشدد بيه وقوم خط البكرة معاه. مش دي النهاية، غني. لا دي البداية، غني غني وفرح أنغامك. يفتح طريق غني
ويعدي بيك. غني غني وغير الحالك، غني 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 وكمل ترحالك، وانطالك قول عني هو مكمل مشوارك. غني وإن كان في ليل وفي ظلمة، لكن جاي النهار. ربي مش هيسيبك في ظلمتك، أو هيفضل الليل هو ليل، لكن هيجي النهار، شمس البر والشفاء في أجنحتها. عشان كده غني غني وافرح بالرب، لأنه في سلام. سلام الله لما بيجي يملك على القلب وعلى الفكر، بيخليك في وسط الضيقات وفي وسط الألمات بتبقى فرحان. في مزمور 27 يقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ إن قام علي جيش لا يخاف قلبي. ليه؟ لأنك أنت معي، أنت معي متعهدا برعايتي بسلامي، لا تتركني، إيدك في إيدي. علشان كده أنا فرحان بيك. بفتكر عدد ترنيم، هفكرك بيه، من الترنيمات القديمة قوي، بيقول كده: إن تطمو حول النائبات كاللج وسط البحر، يدم سلامي في ثبات أساسه في الصخر. القرار الجميل الحلو: هذا سلام المؤمنين من ربهم حلو سمين، سلام 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 كل حين. فسلام الله مش بيجي في وقت وبيخلص، لا، ده سلام أبدي، سلام معايا طول الرحلة، في كل مشوار حياتي معي في الطريق، لا يتركني. سلام يفوق ايه؟ كل عقل. فانا يعني متعزي خالص، انا مش عايز اتكلم بصراحة، وعايز ادي لك مساحة كبيرة قوي قوي من الترنيمات، لان احنا محتاجين ان احنا نفرح، ومحتاجين ان الرب يملأ قلوبنا بسلامه من خلال الترنيمات الحلوة دي. امين. طب هل حضرتك فاكر العدد ده باللحن بتاعه يعني؟
ولا بس كلمات؟ انطاق محاول النائبات كاللج وسط البحر، يا دوم سلامي في ثبات أساسه في الصخر. هذا سلام المؤمنين من ربهم حلو سمين. سلام 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 كل حين. هللويا. شكرا لحضرتك. ربي يباركك. اشكرك. برضو في نفس الفتره دي كان فيها حقيقه ترنيمات مباركه جدا. نعم. ترنيمه بتقول سلامي أنا أعطيكم، وروحي يفرح فيكم، حملك ارميه يا بنية خفيف وتقيل عليا، ما يحصن في عينيك افعل وأنا بين إيديك. عشان كده الواحد بيبقى فعلا في سلام لما بيقول له يا رب بص بقى يعني خلاص. أنا حاليا بمر بظروف، حد من يعني تعتبر بنتي وعندها مرض خطير ومسلمين الامر للرب ومستنيين فرح. انا مستني فرح، عشان كده مش حابب حتى اتكلم عن الحاجه دي كاختبار احنا بنعدي فيه، لكن انا مستني فرح وكل سلام. باباها ومامتها كلهم سلام، هي كلها سلام. اكيد طبعا بيهجم الشيطان علينا، يحاول ينزع السلام، لكن واثقين ان الرب هيفرحنا. انا بقول لكم مفيش داعي ان انا أضايقكم بالاختبار، لكن أنا بقول لكم أنا مستني وجواه سلام، مستني فرحة كبيرة. حاجة يا خمشي. تفضل. الإنسان اللي أنت بتتكلم عليها خدنا فرصة صلاة وحطناه قدام الرب، وصدقني الجميع خرج وفي داخله سلام. وأفتكر باباها وهو بيكلمني، وحسيت إن قلبه مليان بالفرح وبالسلام. ونثق ونؤمن إحنا مش بنكلم إله بعيد عننا. صحيح. ومش إله مش بيسمع. أغارس الأذن ألا يسمع؟ أواضع العين ألا يبصر؟ هو بيسمع لينا. وأكم من اختبارات اجتزنا فيها، وأكم من صلوات الرب استجابها. أنا أؤمن وأثق إن الرب هيفرح قلوبنا بأخبار سارة جدا من جهة هذا الأمر. نعم نعم. آمين آمين آمين. افعل وانا بين ايديك يا
روحك حواليا يا ربي، خف عليا حنان روحك حواليا، ده انت اللي همك عمري وفي يدك ملئ وغمي، انت اللي همك عمري وفي يدك ملئ وغمي، وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا، وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا، ولا يمكن هتتركني ده وعدك بيطمني، ولا يمكن هتتركني ده وعدك بيطمني، يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، أشريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي. طب يباركك من الترنيمات المحببة لقلبي فعلا، أتريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي. أنت مدفوع فيك تمن غالي، تمن ثمين، تمن أعظم من أي شيء في الدنيا، اشتريتم لا بفضة ولا بذهب لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. أنت غالي على الرب، وهو تعهد برعايتك طوال الرحلة من البداية حتى النهاية، ولا يمكن هيتركني. يتركنا ازاي؟ قال انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، شماله تحت رؤوسنا يمينه تعانقنا، الخير والرحمة يتبعاننا كل ايام الحياة. ما اجمله، ما اروعه، ما احنه، قلب حنان كل محبة لينا. لكن ربما واحد دلوقتي سمعني يقول أنا فعلا نفسي أحصل على السلام، أنا بفتقد السلام وعايز أقبل رئيس السلام يسكن جوايا، أعمل إيه؟ دلوني. عزيزي المشاهد، الإجابة هتجيلك من كلمة ربنا، لأن كلمة ربنا حية وفعالة. كلمة ربنا هي اللي تغيرك. في رمية 5 العدد الأول يقول كده: فإذ قد تبررنا بالإيمان، إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. أنت عايز سلام؟ تعال الرب السلام، تعال يكسيك ببره، تعالى يملاك بسلامه، تعالى واعترف له بخطاياك، تعالى وقر بمذنوبيتك. اوعى تكون زي الراجل الفريسي، الراجل اللي كان بيعمل اعمال كويسه وكان بيصوم وكان بيصلي وكان يعشر كل ما يقتنيه، لكن يقول الكتاب انه لم يتبرر، لم يتبرر. لكن كان في واحد عشار، وكلمة عشار كلمة يعني مكروهة، إنسان ظالم، إنسان بيعمل أعمال كلها شر وغير محبوب، يعمل يشرب الاسم كالماء. لكن يقول الكتاب لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، مش قادر، لأنه حاسس أنه هو خاطئ، وحاسس أنه هو فاقد السلام، وحاسس أنه هو بعيد كل البعد عن الله. يقول لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، بل قلع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي. إيه اللي حصل؟ يقول الكتاب، بيقول إيه؟ قول معايا يا أخي. ونزل إلى بيته مبررا دون ذاك. خد السلام، خد الفرح، خد بركات كتيرة. يا عزيز المشاهد، لو أنت فعلا
عايز سلام الله وبتقول أنا مفتقد هذا السلام، تعالى لرئيس السلام، لمصدر السلام، لرب السلام، وهو يبررك وهو يكسيك برداء البر ويقول لك مغفورة لك خطاياك، اذهب بسلام. سمعنا بعض الترنيمات الحلوة اللي حوالين المعنى ده يعني. طيب انا بس عايز استفاد من حضرتك واحنا موجودين في هنا في كولوسي 3:15، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. يعني لما يحل في قلوبنا السلام بنتوحد، يعني في جسد واحد، يعني هل ده في شرط هنا ولا ايه؟ ولا الاثنين مع بعض ماشيين كده مع بعض؟ يعني هو بيقول وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد، يعني هل هو الجسد الواحد يحل السلام على طول؟ ما هو الجسد الواحد اللي هو جسد الرب، وممكن يكون في الشخص نفسه كمان، يعني ما هو جسده ليملك سلام الله فيا وفيك وفي كل جسد الرب اللي هم أعضاء جسد المسيح. إحنا الكنيسة بنمثل جسد المسيح على الأرض، هو الرأس. فواللي يملك فيكم سلام الله وفي ملكية سلام الله علينا بيوحدنا، لأن أنا فيا سلام وأنت فيك السلام، فبنرتبط ببعض بسلام الله الذي يفوق كل عقل. يعني لو ما توحدناش يبقى لسه احنا مش عندنا السلام الحقيقي. ممكن يبقى سلام مصطنع، معلش سامحني. يعني انا صريح الايمان، بتكلم دغري حسب كلمة ربنا، اصل ما فيهاش كده وكده. صح. لابد انه يعني جسد المسيح ما نمزقوش، يبقى واحد وفعلا يملك فينا سلام الله بحق وحي. أمين. شكرا. رب كفاية في حبك ليا إني هعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم، ساكب طيب النفس لديك. رب كفاية في حبك ليا إني هعيش متمسك بيك، كارك كل مباهي العالم، ساكب طيب النفس لديك. يلي سلام النفس بقربك، راحة قلبي معاك هتدوم، وانبصيت للعالم اللحظة يحزن قلبي طول اليوم. ربي كفاية في حبك ليا إني هعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم، ساكب طيب النفس لديك. كل ضيقاتي انت عارفها عندك ربي ليها حلول، وانت قلت عليا جوابك حبي يا ربي مش هيزول. ربي كفاية حبك ليا اني هعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم، ساكب طيب النفس لديك. ربي كفاية في حبك ليا إني عايش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم، ساكب طيب النفس لديك. أفرح بيك أنا مهما يكون، مهما قابلت آلام وشجون، واثق منك دمت يا سلام، نصري وفرحي فيك مضمون. ربي كفاية في حبك ليا إني هعيش
متمسك بيك تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك ربي كفاية في حبك ليا اني هعيش متمسك بيك تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك. اعزائي المشاهدين مرحب بيكم، سعداء انكم سمحتونا ان احنا نكون معاكم الفترة دي، وحاسين كلنا بحضور ربنا ولمسات الروح القدس. انا شخصيا فرحان جدا بالرب ومتعزي خالص من كل ترنيمة بيرنمها ميشيل، ربنا يباركك يا ميشيل. وقد ايه انا فرحان لاني كلمات معزية والرب مديلك صوت حلو رائع وعزف رائع، فالرب يباركك والوقت اللي جاي ان شاء الله هيكون لنا ايه برضو ترنيمات. احبائي موضوع الحلقة بفكركم بيه مرة تانية عن السلام، ومهم جدا ان انا يبقى بيني وبين نفسي كمان في تصالح. يعني مرات انا بقى غضبان من نفسي، زعلان من نفسي، مش طايق نفسي، ايه الاسباب؟ لان مفيش سلام. فعشان كده مرة عبد الرب يقول لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في؟ أنا في صراع داخلي، أنا تعبان مع نفسي. لكن الرب بيرسل ليك رسالة إلى لادي إنك تيجي للرب لرئيس السلام وتيجي تاخد سلام الله، دي عطية. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وإله السلام، إله السلام سيسحق الشيطان سريعا تحت أرجلكم. كانت أمامك حروب، مضايقات، مشاكل، تأكد أن الرب يديلك الغلبة ويديلك النصرة لما تلتجئ إلى رئيس السلام. أوعى تفكر أن إبليس يقدر عليك، مكتوب كده نحن لا نجهل أفكاره. إبليس ليه طرق وحيل، عايز يفشلك، عايز ينزع سلامك من داخلك. لكن خلي بالك، خلي بالك إن ده فكر الشيطان، إنه عايز ينزع هذا السلام اللي جواك. لكن الرب عايز يملأ قلبك بالفرح، بالسرور، بالسلام، بالبهجة. فلا تعطي لإبليس مكاناً. مكتوب كده ان ابليس خصمكم كاسد، كاسد، لكن مش اسد، خلي بالك برضو من الكلام ده. هو بيحاول ان هو يكون كاسد، لكن انتبه وخلي بالك، انت معاك الاسد الخارج من سبط يهوذا، معاك رب المجد يسوع. وان كان الله معنا فمن علينا؟ والذي معنا اقوى من الذي علينا. بيك أنا غالب كل التجارب، أنا بغالب بالرب ومنتصر بالرب، لأنه معي لا يتركني ولا يتخلى عني. تفضل. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ليلي وأحزاني يا رامي
سلامي يا سرعي يا ضامن سلامي يا سرعي تارك كل أمور لديك يلي ناقشني على كفيك تارك كل أمور لديك يلي ناقشني على كفيك ده انت سلامي وانا في آلامي انت سلامي وانا في آلامي وانا في الضيق شايفان عينيك يا موت اغاني بليلي وحزاني يا ضامن سلامي يا صحراي فرحي ده قوة وليها داري ولا إنسان ولا شيطان ولا إنسان ولا شيطان ينزع فرح انت اللي عطي يا موتي أغاني ليلي وأحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي. شوف يا عزيزي المشاهد، مفيش حد بيضمن السلام غير يسوع الراعي اللي بيقود قطيعه واللي بيهتم بيهم جدا جدا. قال كده سلامي أنا أعطيكم. فأنت ناوي الليلة دي، ده قرارك أنت، القرار في إيديك. الرب عايز يديلك السلام. أنت عايز؟ إذا كنت عايز اركع في مكانك، صدقني أسجد أمام الرب واطلب الرب. مكتوب اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه لأنه يكسر له الغفران. القرار قرارك. ممكن الليلة دي يبقى تاريخ جديد في حياتك، يبقى ميلاد تاني وتكتب النهاردة. النهاردة كام؟ 7 اللي هو جولاي يوليو. 6 ولا 7؟ يوليو جولاي 7 7 7 6 مش 7. لا احنا 7 لا اما احنا في شهر 7 يوم 6. ايوه صح كده، انت بتتكلم بالانجلش عشان كده. 2016 6 يوليو 2016 يبقى تاريخ جديد في حياتك فيه تشهد عن ان سلام الله ملك عليك. لكن الرب وضع عليا اقول هذه الكلمات دي، جت في متى 5 آية 9. من ضمن التطوبات اللي الرب كان بيوعظها على الجبل قال هذه الكلمات: طوبى لصانعي السلام. طوبى ايه؟ لصانعي السلام، لانهم ابناء الله يدعون. فالسلام صناعة. السلام صناعة. وكم هي سعادة اولاد الله المؤمنين انهم يكونوا مصدر سلام للاخرين. ما يبقاش مصدر إزعاج لكن يكون مصدر سلام. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فالمؤمن الحقيقي الذي يتمتع بسلام الله عليه أنه يعكس هذا السلام اللي جواه للآخرين، يعكسه في كنيسته، يعكسه في أسرته، يعكسه في المجتمع اللي هو فيه، في الوظيفة اللي هو فيها. شخص مختلف. هل فيك يرون سلام الله؟ هل فيك يرون المسيح؟ هل فعلا انت بتصنع سلام؟ هل انت من صناع السلام ام من
صناع الخراب والدمار. في طبعا نوعيات زي ما احنا شايفين في العالم ناس بيدعوا السلام، وهم ليهم يعني طرقهم وليهم اساليبهم، ولكن بنرى انهم بيتعبدوا لاله غريب تماما، مش اله السلام. مظبوط ولا صحيح؟ انا مستغرب ان الله لو مش اله سلام ومش عايز السلام للبشر يبقى شكله ازاي يعني؟ صحيح. لو طب احنا مين عشان نقف قدام الله لو هو عايز يبيدنا وعايز يسلط علينا او عايز يسلط جزء مننا على الجزء الثاني عشان يبيده يعني احنا بص لان الشيطان اقتنصهم لارادته فهم بيعملوا اراده الشيطان. انا لا اعتقد انه يعني ومتشبعين بالفكر ده طبعا، يعني مقتنع ان ده الله عايز كده. واحنا عندنا برضو مثال في الكتاب المقدس، يعني شاول ما هو كان كده صحيح. يعني احنا في المسيحية بنرى ان شاول الطرسوس اللي هو بعد كده قبل الرب، ما ده الارهاب الاول يعني. صحيح. كان بيقتدهم بأوامر من رؤساء الكهنة، وكان في الطريق إلى دمشق، ولكن الظهور الإلهي العجيب صحيح. تقابل مع الرب يسوع المسيح وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. وفي الليلة دي تحول اتقابل مع الرب يسوع المسيح وتغير من إرهابي إلى شخص آخر تغمدوا سلام الله ونعمة الله ملكت عليه، لأنه بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. تفضل. طب إن حضرتك تقول، أنا عارف إن إحنا خلاص هنخلص، يعني لو حضرتك مثلا حصل شيء من الخلط أو مش عايز أقول التزوير، ولكن الشيء من التعليم المغلوطة، وحضرتك موجود وحضرتك جواك السلام ده، سلام الله جواك موجود كمؤمن، وحضرتك شفت قدامك خلط في التعاليم او ده، حضرتك بتقابلها ازاي كشخص بداخلك السلام؟ هل تستكين وتستجيب وكانك ما سمعتش حاجه، ولا هل تجاوب بالكتاب او بالمكتوب؟ هل ده يتعارض، هل يتعارض انك تخالف فكره خاطئه في المسيحيه؟ احنا الجماعه اللي بيقتلوا ده مالناش دعوه بيهم، احنا مش هنناقشهم، دول اشخاص تانيين. نعم. شكل تاني. لكن لو حضرتك شايف شخص بيحب ربنا فعلا وعايز، بس عنده شيء من التعليم الخطأ، هل حضرتك لسه كنت بتقول ان الناس يشوفوا السلام، هل لما حضرتك تناقشه هل ده بينزع سلام، او ده ضد فكرة السلام اللي جواك، او مش بيطلع جواك، ولا السلام شكله ازاي جوا حضرتك؟ هو بص، لو شخص مثلا يعني زي ما انت بتحكي انه شخص يمكن في بداية حياته الإيمانية ما هوش دخل للعمق مع ربنا وعنده بعض المفاهيم الخاطئة، وبص مهم جدا أخ مشيل، رابح النفوس حكيم. أنا ما جيش واحد شخص مثلا عنده سرطان مثلا واجي أنا أواجهه بأنه خلاص قرب يموت، مع أنه يعني لا، أنا أبس في الرجاء، أبس في الأمل. كلمة الله فيها معاني كتيرة مشجعة، ما جيش للحاجات اللي هي تفشل وأنا أبتدي. في ناس بتهاجم، أنا ضد إن أنا أهاجم، لكن معلش يعني أقدر أوصل الرسالة بأسلوب محبة، واخد بالك؟ وبعدين صدقني، إلقي خبزك على وجه المياه وبعد أيام كثيرة. يعني نقدر نقول إن السلام بيعمل المعادلة دي بالظبط، السلام اللي جوه حضرتك بيخليك حكيم في إنك إزاي توضح له إن طبعًا الفكرة دي غلط. طبعًا بس مش بالشكل اللي أنا بقول الفكرة غلط. أيوة، دي ده حاجة تبطح يعني، لكن حضرتك بالسلام اللي جواك تقدر توصلها له إن المسيح قال كده، أو توجه نظره إن بص الكتاب، اقرأ الكتاب في الحتة دي هتلاقي ده. ده يعني بس ما تسكتش يعني. لا 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 لا, لا, لا طبعًا. عزيزي المشاهد، احنا يعني تجاوزنا الوقت لان المخرج يعني بينبهني، ولكن انا بشكر الرب جدا 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 حقيقي، اتبركنا لان في ناس بتصلي لاجل البرنامج ورفع البرنامج في الصلاة،
فأكيد الله في محبته وحنانه بيباركنا وعارف أسواق البركة اللي جوانا، فهو بيسكب علينا من بركاته ومن نعمه. أخويا مشيل، أنا بشكرك كتير، وانت قلت دي تاني مرة لكن انا عايزها تبقى تالتة ورابعة. فيعني الرب يباركك ويستخدمك في كل مكان تروح فيه، لانك انت مبارك وسبب بركة لكثيرين. يبارك حضرتك. شكرا. عزيزي المشاهد، في الختام في بعض الصلوات والطلبات الصلاة هقولها بسرعة وبعدين نصلي لأجل كل هذه الطلبات، وبعدين استودعكم في رعاية الله. طلب الصلاة من أجل مينا إن الرب يهديه وعامل مشاكل مع أهله. طلب الصلاة أيضا من أجل هاني إن الرب يصالحه مع خطيبته. أمين. طلب الصلاة من أجل أم الأخ صموئيل، محتاج يد الرب. طلب الصلاة من أجل ابن الرب، عنده عملية نخاع وكمان لا يعمل. أمين. الرب يتدخل. صلاة من أجل عطية شنودة، عنده جلطة في القلب، لمسة شفاء باسم الرب. صلاة من أجل كورولوس سعد، محتاج صلاة خاصة. أمين. صلاة من أجل ارتباط سامية ومحب باسم الرب يسوع. صلاة من أجل موريس، عايز مشورة الرب في بدء مشروع. أمين باسم الرب يسوع. صلاة من أجل مينا، محروس أن الرب يوفقه في شريكة حياته. أمين. وفي طلبة صلاة الرب استجاب ليها، في أخ اسمه حمدي كان طالب أن الرب يتدخل في أنه يوجد له عمل، والرب تمجد وأوجد له عمل. يا رب بنيجي قدامك، بنحط كل هذه الطلبات بين إيديك. أنت عارف كل احتياج يا رب. أنت الإله القدير الذي تعرف كل شيء يا رب. الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديك أنت يا رب. أذكر كل المرضى، كل المتألمين، الناس اللي عايزين ارتباط، الناس اللي عايزين عمل، الناس اللي عندهم مشاكل صحية متنوعة ومتعددة. بنصلي لأجل الكل يا رب، لأنك أنت أبو الكل وأعين الكل إياك تترجى. يا رب مناش غيرك، العبدك إلى من نذهب، وكلام الحياة الأبدية هو عندك. كل الطلبات دي يا رب نحطها بين إيديك، ولنا ملء الثقة أنك أنت سامع الصلاة وأنك أيضا تستجيب. ومكتوب صلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. بنشكرك بنمجدك لأنك إلهنا الذي تسمع لنا وأيضا تستجيب. هذا أصلي في اسم الرب يسوع المسيح، وليك كل الكرامة وكل الحمد. أمين. أحبائي المشاهدين، سعدت بيكم الليله دي، بشكرك مرة تانية أخ مشيل، والرب يبارككم. أعزائي المشاهدين، بستودعكم بين يدي الرب، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم تليفون السماء. سلام الرب معكم. وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. أصل المسيح.